जी अस्सलाम वालेकुम जी, आयली मदद जी, सब दोस्तों को 11वीं शरीफ का पाक महीना हुज़ूर गौसे आज़म का महीना मुबारक हो। सब दोस्त ये वो 11वीं शरीफ के साथ हमारे देखने वाले सब मेम्बरान को 11वीं शरीफ का पाक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما لا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من
ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين उमर साहिब पाक अपने आस्थान आलिया लाहौर वाले आस्थान आलिया पे मौजूद है। من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوء معقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب کائنات مولائی کریم جتنی بھی تیری مقدس پاک کلام کی تلاوت کی گئی سورہ یاسین شریف سورہ رحمان سورہ مزمل سورۃ الملک یا الہ العالمین جتنی بھی سورتیں آیات مقدسہ درود پاک اب پہلا کلمہ شریف دوسرا کلمہ شریف تیسرا کلمہ شریف رب عزوجل جتنی بھی کلام پڑے گی تمام کلی کلام تمام کا ثواب اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں پرشد کا پر تلپا کا قبول فرما حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پتر پاک کا ثواب پیش کرتے قبول فرما یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب صدقہ پتر پاک کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جملہ انبیاء کرام علیہ السلام جملہ ازواج مطہرات حضور کی آل اولاد پتر پاک کی بارگاہ میں صدقہ پتر پاک کا ثواب پیش کرتے قبول فرما خصوص بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے وسط کا پنتر پاک کا سفش کرتے قبول فرما حضور غوث پاک کے والدین اساتذہ مشاہد کی والگاہ وسط کا پنتر پاک کا سفش کرتے قبول فرما یا الہ العالمین حضور سلطان العارفین مائی باپ کی والگاہ وسط کا پنتر پاک کا سفش کرتے قبول فرما حضور سلطان العارفین کے جتنے بھی مولائی آل اولاد کی والگاہ وسط کا پنتر پاک کا سفش کرتے قبول فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کی برکت سے خصوص بالخصوص مان جی کو شفا کلی عطا فرما حضور صحیح محمد نجیب سلطان کا صحیح امبر تعدیر قائم فرما یا الہ العالمین آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما
یا الہ العالمین گھر میں تمام افراد کو شفا کلی عطا فرما، یا الہ العالمین حضور صدقہ سے پاک کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ الہ العالمین سب حاضرین کی آسے مرادیں پوری فرما، ہم سب حاضرین کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں لغزشیں صدقہ پنجتن پاک کا اللہ معاف فرما، یا الہ العالمین حاضرین کی دعائیں التجا اللہ قبول فرما، ہمیں توبہ نصوحوں کی توفیق عطا فرما، صدقہ پنجتن پاک کا الہ العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم. سب بھائی یارویں شریف کا لنگر کر کے جاؤ، سلام آ جڑا بس یار دے اللہ خوش جی 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 راستہ چھوڑ دو یار، السلام علیکم.